الجلايكوسيدات، وراح نشوف أهمية الجلايكوسيدات. أهمية الجلايكوسيدات ترجع إلى الجزء الغير سكري بالنسبة للإنسان، ترجع عادة إلى الجزء الغير سكري، قلنا الأجلايكون اللي يتصل بالجزء السكري ترجع الفعالية إليه. والجزء السكري يعتبر جزء بس موصل فقط للمكان اللي يشتغل به، فإذا كان قلويد متصل بالسكر أو فينول أو أي نوع من أنواع المركبات تعود الفعالية عادة البيولوجية إليه. راح ناخذ قسم من فائدة الجلايكوسيدات. الفائدة الأولى أنه عندنا جلايكوسيدات تستخدم لعلاج أمراض القلب كمنشطة ومقوية للقلب اللي نسميها كاردياك جلايكوسايد. مثال عليها عندنا نبات ناخذه من عندنا اللي هو الديجيتاليس بوربوريا، اللي هو بيه قلويد معروف ومشهور جدا اللي هو الديجيتوكسين، اللي يجي منه أنماط مختلفة وأشكال مختلفة. هذا هو صورة النبات. الفائدة الثانية للجلايكوسيدات هو يستخدم كلاكساتيف، اللي نقصد بيها أنه هو ملين. مثال عليه اللي هو نشوف هنا الصورة مات الجلايكوسيدات، اللي هو الألون جلايكوسيد اللي هو نفسه اذكرناه بالبارت الأول اللي هو باربرالوين، اللي الجلايكوسيد اللي معزول من نبات الصبار عادة. انزين نفس هذا الجلايكوسيد اللي قلنا رابطة اللي تربط بين الجزء السكري والغير سكري هو الكربون، سميناه كربون جلايكوسايد، هو نفس هذا فائدته، هو ملين. عندنا مثال ثاني على جلايكوسيد ثاني أيضا ملين اللي هو عادة السناسايد، اسمه سناسايد، اللي يستخرج من نباتات السنا أو اللي يسمونها الأكاسيا أيضا السنا، نباتات مختلفة من السنا سبيشيز. عادة هذا الجلايكوسيد يستخدم عادة قبل العمليات، مثلا قبل العمليات الجراحية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن، فياخذ وقت يختلف على حسب طريقة الإعطاء 12 ساعة أو مباشرة على مود يصفي المعدة أو الأمعاء، أو ينوخذ أثناء حالات الانتفاخ أو الآلام اللي تصير. بس أعتقد حسب اللي أعرفه أنه هو تأثيره يكون مختلف أو أقل من زيت الخلوة. إنزين نجي على الجلايكوسيد الثالث اللي هو يستخدم كمسكن للآلام، اللي هو الساليسين، اللي هو مستخرج من نبات الصفصاف السالكس اللي شرحناه بمحاضرة الفينولات. نبات الصفصاف اللي هو من اللي نفسه من عنده الحامض الفينولي ساليسيك أسيد اللي تنصنع منه الأسبرين، فهذا جلايكوسيد ثاني اللي هو ساليسين أيضا مشتق من عنده، اللي هو يستخدم مسكن للآلام. الفائدة الرابعة مخدش موضعي، نقصد بمخدش موضعي هو الطعم اللاذع اللي ينطينا إياه أثناء الأكل. مثال عليه سنجرين اللي موجود في نبات الخردل الأسود براسيكا نيجرا بلاك ماسترد، نفسها صورة الخردل الأسود وهذا النبات مالته، أو مثلا يتواجد بالبروكلي أو البروسل سبور، بهاي النباتات يتواجد بتركيز أعلى. نشوف السنجرين هو نفسه، يعني إذا ننطي اسم حسب نوع العصرة، هذا الجزء السكري وهذا الجزء الغير سكري يرتبط بعصرة كبريت. طبعا هذا يختلف، هذا يختلف، أكو نوع ثاني نسميه سنة ألبن اللي هو من الخردل الأبيض واللي ينطي طعم لاذع أقل من الخردل الأسود. الفائدة الأخيرة للجلايكوسيدات اللي عندنا اليوم هو مانع لتشقق الشعيرات الدموية وموقف للنزف. مثال عليه عندنا الهسبردين اللي هو عادة موجود بأنواع مختلفة من الحمضيات مثل الجريب فروت والليمون والبرتقال. شنو نقصد مانع لتشقق الشعيرات الدموية موقف للنزف؟ بالحقيقة هذا الجلايكوسيد بالتحديد يستخدمون أكثر شيء مثلا في حالات الدوالي، لأن يصير تضخم بالأوردة إنزين وتتجمع بها الدم، فيستخدم في حالات الدوالي، حالات الباسير أو حالات السبايدر بين اللي هي راح تظهر على شكل
انتفاخ او احمرار على شكل عنكبوت، فهذا يقلل من هاي الاعراض اللي موجودة به. انزين نجي على اهمية الجلايكوسيد بالنباتات. طبعا اهم شيء انه هو احنا بما انه هو بجزء سكري، فالسكريات تعتبر هي مخزن للطاقة ولنمو البذور، فيستفاد النبات من الجزء السكري. الجزء الغير سكري راح يعتبر خزن لبعض المواد الضارة، يعني قلنا خزن، يعني قلنا النبات اذا به مواد سامة مثل الفينولات مثل القلويدات راح تنخزن على بهذا الشكل، فهي ايضا هي وسيلة للتخلص من المواد الضارة. تسهيل عملية انتشار المواد الغذائية عن طريق اتحادها مع السكر، السكر له قابلية على التحرك فايضا ينتشر بالنبات، وبالتأكيد لها أهمية في الدفاع عن النبات من الأمراض، من البكتيريا، من الكائنات الثانية، لأن بها فينولات، قلويدات، أي نوع من أنواع المركبات اللي تحمي السامة، اللي تحمي النبات من هاي الأضرار. تساهم في عملية نضج الفسيولوجي لأنسجة الجذور وتنظيم الإزموزية داخل الخلايا بعد انفصال السكر الذي يذوب في العصير الخلوي. يعني نقدر نقول كل فوائد المركبات الفعالة اللي عادة ناخذها واللي متواجدة بالنباتات راح تكون موجودة بالجلايكوسيدات، لأن هي نفس المركبات بس متحدة مع السكر، فانضافت لها فائدة السكر في خزن الطاقة وتنظيم الإزموزية وانتقال المركبات بالنبات. نجي على تسمية الجلايكوسيدات. أول شيء الجلايكوسيدات مثل القلويدات، من نريد نسميها راح نسميها أما يعني ناخذ اسم الجنس أو اسم النوع من النبات، مثلا نبات الصبار الآلو أخذنا منه جلايكوسيد سميناه ألون، مثلا جلايكوسيد السنوسايد أخذنا من نبات السنة فسميناه سنوسايد، فسالكس نبات السالكس أخذنا منه جلايكوسيد فسميناه باسم الجنس مالته. طيب شلون نميزه عن باقي المركبات؟ الفرق القديم، التسمية القديمة انهم يضيفون مقطع IN، بالقلويدات كان INE، بالجلايكوسيدات هسه فقط IN. فيعني مثلا ناخذ اسم الجنس سالكس حطيناه ساليسين سينيغرين، او انه هو التسمية الجديدة نضيف مقطع OSIDE فنبات السنة صار سنسايد. انزين فاما انه هو نضيف مقطع IN او مقطع OSID الى اسم الجنس. انزين نجي للصفات العامة للجلايكوسيدات. عادة هي عديمة اللون ومرة المذاق ما عدا الكلايسيرايزين. انزين تذوب في الماء او الكحول المخفف، وطبعا ذائبيتها بالماء ترجع للجزء الجلايكوسيدي اللي هو السكري، قصدي هو يذوب في الماء، اكيد يذوب بالماء. مواد صلبة متبلورة عادة غير متطايرة، ما تطير بسهولة، يعني تصلب جزء جلايكوسيدي فتبقى ثابتة. سكري الجلايكوسيدات الموجودة في النبات تكون جميعها على شكل بيتا، ونقصد بجزء السكري اللي يرتبط بيها يكون على شكل بيتا. تتحلل مائيا بواسطة الإنزيمات الموجودة في نفس النبات، لأن قلنا الجلايكوسيدات لها قابلية أن هي تنفصل جزء السكري عن الغير سكري، فهذا التحلل يكون أما بالماء أو بإنزيمات موجودة بس مو بنفس الخلية النباتية، إنما في خلايا أخرى تحتوي على الجلايكوسيدات. نجي تقسيم الجلايكوسيدات وتصنيفها، عندنا طرق مختلفة إلى نقدر نقسم بيها الجلايكوسيدات. الطريقة الأولى حسب التأثير العلاجي، يعني شنو نستفاد من عنده الجلايكوسيد. مثلا قلنا عندنا الديجيتوكسين هو جلايكوسيد راح نسميه كاردياك جلايكوسيدات. كاردياك جلايكوسيدات الجلايكوسيدات اللي تفيد القلب. أناليجيسك جلايكوسيدات الجلايكوسيدات المسكنة للآلام، فما نطلق يعني نسميها على أساس فائدتها شنو أنواعها، أو مثلا على حسب المصدر النباتي اللي جاية منه. مثلا نسميها جلايكوسيدات السنسايد كل الأنواع الجلايكوسيدات المستخلصة من نبات السنة، وهكذا جلايكوسيدات السالسين كل الجلايكوسيدات المستخلصة من نبات السالكس راح نسميها باسم هذا النبات. انزين حسب الآصرة أخذناها أربع أنواع من الجلايكوسيدات، أما نسميها جلايكوسيد
القاصرة اللي تربط بين الجزء السكري والغير السكري، اللي هي قد تكون كربون، قد تكون أكسجين، أو قد تكون نيتروجين، أو قد تكون كبريت. فنسميها أكسجين غلايكوسيد، كربون غلايكوسيد، نيتروجين غلايكوسيد، أو كبريتات الغلايكوسيدات. زين، حسب التركيب الكيميائي للجزء الغير سكري، وهذا التقسيم هسه راح ناخذه اللي هو التقسيم الأكثر شيوعا، يعني الجزء الغير سكري شنو نوعيته، فراح نسميه مثلا غلايكوسيدات فلافينويدية إذا متصلة بفلافينويد، غلايكوسيدات أسترية إذا متصلة بأستر، وهكذا.